عنده تيست 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 بوترونيت اللحم السعر تاع اللحم انت نورمال بارابور للبر اللي نشوفوا فيهم لي بري غاليين برشا معناتها مش حاجه غاليه ولا حاجه والكاليتي مش خايبه تاع اللحم بوترونيت واحد يتكلم يقول الحق بون بوتيتر فما حاجه اللي ما فماش كونتيتي بزيت شفت عباد توا شادين الصف عندهم بنوات في ساعة ما يوفى اللحم يجيبوا كونتيتي ليميتي والعلوش ما فماش معناتها قالوا لهم راه يجي ليلة النص ولا شو مش فاهم ليلة النص اش مدخل في ليلة النص وليلة ربع وليلة واحد فهمتني كان البقر يعني البقر برك فما العلوش ما يقعدش معناتها في ساعة في ساعة يجيبوا شوية معناتها كونتيتي ليميتي فهمتني الأسعار قداش؟ الأسعار فما 29900 معناتها فما بون فما العلوش 29900 فما 28 فما كل بالعظم السدره هذاك هذولي 20 دينار ولا حاجه كل في العظم فما بون القلايه كل حاضر مخصوصه غاليه شويه هذيك فهمتني هما بالكش كومبونسي هكا قال لك منا معناتها فهمتني توا 11:30 والحم ما عادش موجود سي ديما هكا مالوريزمون معناتها كورس كونتر لا مونتر اللي يحب يجي معناتها ياخذ اللحم لازم يجيبك يقص بنوات ساعات يقصوا بنوات وبرشا عباد يقصوا بنوات ويعيطوا ما يلقاهمش خاطر فدوا لا تونت يقعد يستنى معناتها كان طالب ركي كما يقولوا يقعد يستنى بثلاثة سوايع باش يجي اللحم باش يعيطوا له على النمور نتاعو فهمت كل شيء دونك يمشيو فهمتني فما اون فانتين يمكن ما فماش فهمتني سلامة مسيو سلامة بس الحمد لله انت لاباس الحمد لله بخير الحمد لله مشيت تشري في الحم ولا لا؟ مشيت نشري في الحم ما قريتش الحم اول 11:30 تحدث واسم قريت الحم هاي خذيت كعبة حوت كاو حم أحمر من فمس ما قريتش مش موجود ما ثم حتى الحم طرف صدر عظم عظم تلوث نتاع حشاك كليب ويحسب فيه 20 دينار و500 وينو الحمل ب 29 وينبحوا عليه جايبي البانان شنو نعمل بيه البانان انا باش ناخذ كيلو بانان مش باش ناكل اولادي البانان يتعشاو ويفطروا كي باش يحلوا فيهم في الاذاعه يقولوا حاجه ويطبقوها مش فايده في الكليب وكا جيت ما لقيتش الحم انا جيت مرتي جيت الصباح ما لقيتش وتوا جيت مد لي طرف وحده قصبه هكا بكل عظم نقول لك بتاعها شكك لا يقول لي 20 دينار و500 وينو العلوش بتاع 29 ما ثم علوش لا ما ثماش جايب لي البنان تسيب عليك اول ما بدا السوق الاسعار كانت معقوله برشا توا ارتفعت ماشي وتزيد خذيت الحم ولا لا؟ لا ما خذيتش الحم فماش ما لقيتش يعني مخليتش. كنت ناوي باش تاخذ وما ما فماش الحم ما فماش رغم انه مازال بكري لكن اي ما صباح توا صباح معناها ما فماش حم ما جاش حم جم الجبنات زاد كيف كيف فماش برشا جبنات البنان يحكيوا عليه ما فماش الدجاج بون معقول السومو ما تزادش هكا والخضره ما فماش ثم الحم كيفاش تراه؟ مريتو جمله اصلا الحم مش راه انا شوف العام ريتو الجملة لقيت الحم لقيت الحم تسمى محظوظ تقريبا تسمى محظوظ ما دام عليه بالصف محظوظين هذا الحم عليه بالصف محظوظين احنا اغلب اللي جاوا توا ما لقاو احنا نتمنوا ان شاء الله شعبنا الكل معناتها يلقى حاجه من غير صف من غير واحد ياخذ حاجه براحته وفهمني كل شيء يكفيه ومعناتها يبعد الزحمه ويبعد الحاجات هذه واحنا رو شعبنا باهي يفهم ونحبوا حاجات اللي شعبنا معناتها كل ياكل مش ناكل نجي نشد الصف انا ناكل وغيري ما ياكلش زاد هذايا ما قالش بيه رب سوم الحم كيفاش تراه؟ بالطبيعه سوم الحم مرتفع ياسر ياسر خذيت انت تو؟ انا تو خذيت طريف ب 20000 انا عندي اربع رجال وامهم وامها معناتها شوف جاي عائلة معناتها حتى الشهرية وأنا الوحيد نخت فهم الشعب التونسي معناتها تعب الحاجات هذه والله سوم الحم باهي بالنسبة للمارشي سنترال وبالنسبة للززارة ولكن في عائق كبير برشا يلزمك تجي الصباح بكري تاخذ بونو كأنك داخل الستيك باش تخلص فاتورة هذه حاجة حاجة ثانية يجيبوا اللحم كان مع ال 11 نتاع النهار ويجيبوه في شريو في أربعة ولا خمسة شكاير محاضرين معناها اللحم هبره واحد وحده والصدره وحدها فهمت دونك الكونتيتي اللي يجيبوها صغيره برشا
ما يززيش الناس كل، وتلقى انت 50 واحد ديجا الصباح خذا بونو وما يبيع لك، ما يبيع لك كان بالكيلو داكور. هذيك الحاجه اللي معناها مقلقه شويه. سينو تكلمت انا قبل في اول محل السوق، قلت راهي كذبه القرن، على خاطر الاسوام معناها شايطه والمارشي سنترال ارخص من هنا. يمكن فهموا الناس كل فهمت اللي معناها الشعب فايق ويدور ويعرف ويعرف يشري، والناس ولات معناها تتبع الاسوام كل قبل ما تحط في القفه. حسنوا 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 حالهم، خضره والغله والدقله وسيرتو الدجاج، ويعطيهم صحة تو، مو واحد يعطيهم حقهم تو. الحمد لله تاعك تاع الدجاج والسكالوب والما هذاك اللي احنا المسوى نتاعنا، ما نحكوش على العلوش، واحد ما العلوش مش نتاعنا، العلوش تاع ناس اخرين، ما كيما قال على الاخر سيد وزير الفلاحه، زيت الزيتونه مش نتاعنا واللحم مش نتاعنا تو نكملوه، احنا دجاج ولا شويه سكالوب، الدجاج والسكالوب غالي كيف كيف. العظم مش نعمل به شويه عظم حتى كعيبه بريك تفرد، ولا العظم 11700. ما شفتش سوم اللحم 11500، وهنا يقول ب 11700 في بحذايا في ورديه ب 11 برك ب 11 دينار البلاتو، هنا 11700 11.5 عفوا غاد، هنا 11.7. ما ثماش حاجه، هو يقول لك المستهلك المنتج المستهلك، منتج المستهلك يكون نفس بتاع السوم الطياره، ما يجيش هنا السوام ما يجيش حتى السوم، العظم والدجاج ولا ذاك كله كيف كيما البر كيما هنا، ما ثماش حاجه. ال 11.5 اللحم وفين؟ كي العاده الحم، الحم الحم موجود، لكن هما خويا يعني ما نعرفش التسعيره نتاع اللحم موجوده صحيحه ولا لا، الناس تحط ب 32 وناس تحط ب 30 وناس تحط ب 35. النقطه هذه من منتج المستهلك ما يقعدش يوفى كيف كيف، زاد ما عادش فما جي 11.5 يجيبوا، ما نعرفش انا يجيبوا علوش وقاجو معناها نتاع اللحم بقري ويوفى في نص ساعه، يوفى كالعاده زاد ما يقعدش 11.5 كل شيء يبيش على بر، ما عادش موجود معناها، ما فهمناش شنو الحكايه معناها.